اسمعي يا صفيحة. أيوة. المرة دي خطيرة. عارفة. من شهور واحنا في شد وجذب مع المعتمد البريطاني والحكومة البريطانية. بس مقابلة المعتمد النهاردة أعتقد هتكون أخطر مرة. بس أنا واثق إنهم مش هيقدروا يعملوا معانا أي مناورات جديدة. واحنا برضه مش هنتراجع خطوة واحدة. الطربوش يا أحمد. أنا فاهمة يا سعد. فاهمة. بوضوح كده أنا شايل راسي على كفي. أنا معاك. كل اللي تعمله أنا موافقة عليه. من يعلم يمكن يسمعوا صوت العقل. طربوش يا باشا. متشكر يا أحمد. بالإذن يا صفية هانم. مع السلامة. صباحك خير يا سمو الأمير. أنا عارف إني اتأخرت وبعتذر بشدة. أرجو إن يكون سبب التأخير شيء مهم. ده شيء مهم، شيء مهم جدا خالص يا سمو الأمير. تخيل سعادتك، تخيل السرايا كلها عندي ما فيهاش ساعة واحدة. بتقول إيه يا بهجت بيه؟ سرايتك ما فيهاش ساعة؟ جيبك ما فيهوش ساعة؟ أهل البيت كلهم ما فيش حد معاه ساعة؟ تخيل يا سمو الأمير، هو ده الوضع بالظبط. تشرب حاجة معليه؟ محدش هيشرب حاجة. ايه بتتشائم منها يا بهجت بيه؟ لا يعني مش الدرجات دي سموك. على العموم لو كان معاك ساعة او لو كنت مهتم تيجي في معادك كنت لحقت الاجتماع المهم اللي عملناه. معلش بقى هعمل ايه؟ انا حظي كده سموك. يا بهجت بيه احنا بنمر بموقف في غاية الاهمية والصعوبة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه وبنضيع وقت. سعد باشا زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي عند المعتمد البريطاني بيطالبوا بالاستقلال. يا سلام، ده شيء مذهل، شيء جميل وعظيم. ما هو ده اللي انا عاوز انبهك ليه. انا منتبه قوي سموك. لو كان المعتمد البريطاني لين، بس انا طبعا بستبعد ده، هيكون قدامنا مهام صعبه. لازم نغير الامور في اسكندريه. نغير؟ ايوه نغير يا بهجت بيه. انت عاجبك الحال ده؟ أنا لا، في الحقيقة لا طبعا. الجهاز الحكومي كله من المحافظ لأصغر موظف محتاج تغيير. واحد زيك يا أخي في علمك وقدرك لازم يكون له دور. دور إيه؟ ما هو أنت لو كنت حضرت الاجتماع كنت عرفت. على أي حال إحنا اتكلمنا في الموضوع بشكل عام وكان في اقتراح إن أنت تكون المحافظ. أنا؟ طبعا كان في اعتراضات كتيره انك مش واخد الامور بجديه، لكن انا الله يسامحني بقى اقنعتهم ان ده القناع اللي انت بتختفي وراه. مش هو برضو كده؟ ايوه اظن كده. على العموم مش ده المهم. انت في كل الاحوال ليك مكان. ها المهم هو ايه؟ ايه سموك؟ المهم يكون ليك دور. بعمل قهوتي. ما تخلي حد من السفرجيه يعمل لك الكافيه يا شكرون. ده مزاج يا ملك هانم. صناعه الشيء ثم استخدامه، شيء بيكيف. اسكت يا ملك لحسن يقول لك ان سر سعادته في الكون انه يعمل قهوته الصبح بنفسه. هو انا مالي. ها خير يا بهجت؟ خير. صباح الخير. بونجور. ها خير خير كله تمام. سيبوه سيبوه، هو اصله اللي بيروح للبرنس بيتهيأله ان هو كمان بقى برنس. مالك يا شكرون مالك؟ انا ما ماليش، انا زي الورد، انا طبيعي. انت اللي جاي من عند البرنس مش طبيعي. خلاص احنا عايزين نطمن، ايه اللي حصل يا بهجت؟ البرنس متوقع تغييرات. ما هو طبعا لازم تحصل تغييرات، هي دي عايزه فراسه؟ وبالتالي ترتيب الاوضاع وتوزيع الادوار. شكلك كده هتبقى وزير.
هم قالوا وزير ومحافظ، لكن في الحقيقة أنا ما وافقتش. يعني أنا نسيبي هيبقى وزير، طب أودي وشي فين؟ أنت لازم تكون فخور يا شاكرون بيك. أنا فخور بس مكسوف. مكسوف؟ وي. أهلا يا باشا. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ الموقف ممكن ينفجر في أي لحظة، ما عندهمش أي استعداد يسمعونا، كأنك في 37 سنة ملوش أي معنى، مساعدتنا ليهم حتى بلقمة العيش ملوش أي قيمة، نعمل مهما نعمل هو نفس الكلام اللي بنسمعه كل مرة، كلام فارغ ومتعالي. هدي نفسك يا سعد، هدي نفسك. أكتر من كده يا صفية هانم. ممكن نتغدى دلوقتي؟ ممكن، بس هتكلم الأول في التليفون عشان ألغي ميعاد العشاء. لا لا لا، معقولة هتروح؟ أنت هتعتذري عني وهتروحي أنت؟ لا، أنا ما أقدرش أسيبك لوحدك. أنا مش لوحدي، الحكاية بيني وبينك ممكن تطول، وأنا عايز الدنيا تمشي بشكل طبيعي مفيش أي تغيير. طيب لو إنها ممكن ما تعديش على خير ولازم نعمل حسابنا. إزاي؟ اسمعي، جهزي لي شنطة وحطي لي فيها مصحف وبجامة وطاقية وموس حلاقة. أعيد ولا تكتبي؟ مصحف وبيجامة وطاقية وموس حلاقة. ها، وإيه تاني؟ وعين جمل كمان، مش كده ولا إيه؟ هو ده عين الجمل. اتفضلي يا هاني، اتفضلي. ايوه يا حياء، كملها. قول يا حيوان. استاذ عزيز. ايوه استاذ عزيز يا حيوان. لا مؤاخذه يا استاذ عزيز، اتفضل. مالك مرتبك؟ مالك مرتبك؟ لو منشغل، لو منفعل، لو عندك يعني نشاط خاص ممكن امشي وارجع وقت تاني. السلام عليكم. تعال يا استاذ عزيز، لا مؤاخذه. يا ابني انا بقدر الخصوصيات جدا، وعلى اي الحالات انا مقدر حالتك او غضبك او انفعالك او انشغالك او عواطفك او ارهاقك. امشي وارجع تاني. تعال يا استاذ، ده انا بعت لك يجي 100 مرسال. 100 مرسال؟ انت بعت لي اقوام طويله، ناس كتير كلهم اقنعوني. عبنبي عايزك ضغطوا عليا لغايه ما جيت لغايه عندك. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ، لما تدخل هتعرف كل حاجه. اتفضل يا استاذ. ابني ما تزقش. اتفضل يا استاذ. سيبني امشي على راحتي، انت حلوف. انا زقك يا استاذ؟ ده ما تركت تشرفني. اتفضل يا استاذ. بيت ابوك يجنن. اتفضل يا استاذ. لو سمحت لي بس عايز اوضح لسعادتك الموقف البايخ السخيف اللي حصل عند الباب. شوف يا عبدو، انت كل مواقفك انت شخصيا سخيف يا عبدو، لكن مش مهم. مش مهم، بالعكس مهم جدا، عشان انا مستني ناس عايزهم ومش عايزهم. وانا مال امي انا باللي عايزهم ولا مش عايزهم؟ خلص اللي بعده. عاوز ايه؟ على رايك، خلينا في موضوعنا. خلينا بقى في موضوعنا وخلصني. شوف بقى يا سيدي، انت عزيز عيد جبار المسرح. كلنا عارفين كده. عزيز عيد يقدم يوليوس قيصر، ترجمة عزيز عيد، تمثيل عزيز عيد، ديكور عزيز عيد، إخراج عزيز عيد، كله عزيز عيد. هلا مين اللي قالك الحاجات دي؟ إيه يعني؟ خلاص اللي بعده. وبعدين؟ أستاذ أنا عايز منك خدمة. إيه هي؟ هي خدمة كبيرة قوي. قد إيه يعني؟ في إيه؟ ومكافئتها كمان كبيرة قوي. لا لا، ما تتكلمش عن المكافآت والحاجات دي مسألة مش مهمة. عاوز إيه؟ يا أستاذ اللي أنت هتطلبه أنا هدفعه. يا ابني أنا مش عايز حاجة، اتفضل قول اللي بعده. عاوز إيه؟ أستاذ أنا عايزك تعلمني التشخيص. إيه؟ قلت إيه؟ التشخيص. أصبح التمثيل مهنة من لا مهنة له. أنا خايف لكون بتهزر يا عبدو. ده أنا بترجاك يا أستاذ. أهزر إيه؟ يا أستاذ ده أنت الأمل بالنسبة لي. والدي الله يرحمه الشيخ سلام حجازي. يا سلام، سلام حجازي الله يرحمه. كان بعزك قوي يا أستاذ. الله يكرمه. وكان بيعزينا انا كمان. ما دي مصيبته وغلطته. ومش معقوله يا استاذ تكسف ابنه في طلب صغير زي ده. ايه ده؟ وبعدين بقى
اهلا وسهلا. اتفضل يا خواجه. اتفضل. اتفضل. ازيك يا سعاده النبي؟ يا اهلا يا اهلا. يوسف، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا قلت يعني انهم جايين بيتك، قلت اجي معاهم. اتفضلوا اتفضلوا. وسعاده البي وهو نازل من حمطور قال انه هيشتري بيت الشيخ سلامه. قلت دي ما تفوتنيش. حاكم يعني صوابعك مش زي بعضها. وممكن يعني ممكن ما تاخذنيش يعني في دي الكلمه. يكون يعني نصاب. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن حبيبي ممكن. شفت؟ طب نشوف البيت. خواجه البير معاه. لا معاهم ايه؟ انا هاخد الخواجه افرجه على البيت. اما المعلم يوسف شهدي فخليه معاك. انا عندي ضيف مهم. طب وماله؟ ما هو المعلم يوسف شهدي مهم برضه. مهم يا سيدي. اتفضلوا. اتفضل يا خواجه. اتفضلوا. مين الضيوف اللي عندك؟ يوسف. راح فين يا يوسف؟ الله، سي عزيز افندي عيد هنا. انا شامم ريحه زباله. اصل انا هبيع البيت وفي واحد جاي يشتريه. بيع البيت. الله يرحمك يا شيخ سلامه، هيبيعوا البيت. وانا بقى جاي عشان اخد سمسرتي والحلاوه واللازم منه. طبعا تاخد اللازم منه. الله يرحمك يا شيخ سلامه، هياخدوا اللازم منه. وحضرتك بقى جاي عشان ايه؟ قول لي الباب في اللي معاك ده عزيز عيد هنا ليه؟ قول له. خير يا احمد؟ في ناس عايزينك يا سعاده الباشا. سيادتك مطلوب يا باشا لحديث بسيط. قول لهم انهم متاخروا عليا. هي سيدي ورا ليه يا احمد؟ ايوه يا فندم. حط الكتاب ده على الكومودين جنب السرير. حاضر يا سعاده الباشا. يلا. احنا مستعجلين على ايه؟ ما انت بقالك سنين عازب. سنين؟ وماله يا اخوي؟ ما دام انت كده مستريح انا مبسوطه 24 قراط. وبعدين يعني انا هنعوز ايه؟ لما تتجوز ده هتبقى احسن من كده ولا اوحش؟ لما تعوز بقى بعد سنه بعد 10 البنات كتار. انت عايزة ايه يا مسيد؟ ولا اي حاجة. نقوم نروح لهم؟ نروحوا لمين؟ جيراننا ياما عبد الحميد. قصدك محمود عبد الرحيم؟ نروح ياما. امتى؟ دلوقتي عشان رايح بعد شوية المرسح. هي الساعة كم معاك دلوقت؟ عربي ولا فرنجي؟ لا طلياني. سبعة فرنجي ياما. وبالظبط 7:05. مناسب؟ مش عارفة. احنا نروح ونشوف. أمر الله. يلا بينا. مدام مصمم كده يلا. يلا.
هنكسره على دماغك العود ده. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا ست مسيد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا يا شيخ سيد. اتفضلوا. ايه اتاخرنا؟ لا ما تاخرتوش ولا حاجه، احنا قاعدين مستنيينكم. اتفضلوا. لا 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 ما تقعدوش هنا، اتفضلوا في اوضه الجلوس. تعالي. اتفضلوا عاد اتفضلوا. يا الف مرحب، نورتونا والله. ثانيه واحده وجاي لكم على طول. عن اذنكم اقعد هنا يا سيد. ليه يما؟ الاصول يا ابني. اصول ايه يما؟ الحمد لله ما تاخرناش. اسكت بقى. ياك تكوني فاكره ان ملعوبك دخلها عليا. ملعوب ايه يا سيد؟ سوقي فيها بقى، سوقي فيها. خلاص اسكتي، اهم جايين اهم جايين. تعالي يا جليله خش اتفضل. بسم الله ما شاء الله. مكسوفه عروسه بقى، والطبيعي انها تتكسف. مكسوفه من ايه؟ ده احنا اهل. بصراحه انا لو كنت مكانها كنت هتكسف، ويمكن برضه لو كنت مكانك يا شيخ سيد كنت برضه هتكسف، بس انا مش مكسوف. ولا انا والله حاسس باي كسوف، احنا بينا اهل خلاص. البنت دي في رقبتي وملهاش غيري، وانا كمان ماليش غيرها. وزي ما انتوا شايفين احنا ناس بسطاء وعايشين على قدنا، وعايزين نفضل على قدنا، وكل اللي احنا عايزينه الستر وراحه البال. كانك بتتكلم عننا يا سي محمود. صحيح الكلام ده يا شيخ سيد؟ صحيح الا شويه. يعني ايه؟ بصراحه بقى انا عندي حلم ان اكون احسن واحد يعمل مزيكا في الدنيا كلها. وماله منكرهش، بس مش قصدنا على ده. اي حاجه تانيه ما تفرقش. وانت يا جلي يا ست العرايس، هي رايك ايه؟ هو في ايه؟ ما فيش حاجه. اتفضل اتفضل. أحمد فين أستاذ؟ هما جم؟ أيوة أستاذ. الساعة كام؟ الساعة 7 فرنك. من فضلك اديني 630-440. الو، انا صفيه زغلول. ايوه جم. لو سمحت خلي النقراش يجي لي بكره. شكرا. رايحه فين يا ام سيد؟ هاخد حاجه وطالعه فوق. عايز حاجه؟ اللي يعني ما سالتنيش رايي ايه. ما انا لو سالتك هتلوعني. اني طب اديني بسالك اهو. والله ياما البنت حلوه وطيبه، واخوها كمان راجل جدع ودغري، بس في حاجه اهم من كده. اللي هي ايه؟ تفتكري ياما البنت دي هتستحملني؟ شوف يا سيد، ياما انت لو فضلت تدور على اللي تستحملك عمرك ما هتتجوز، لان مفيش في الدنيا دي كلها حد يستحملك زيي. يا ام سيد انت مع مين؟ معاك يا حبيبي، انا طول عمري معاك لحد ما الاقي بنت غلبانه زي دي ابقى معاها. يعني انت مش موافقه؟ لا طبعا موافقه. هي صحيح مش هتستحملك، لكن انا عارفه انها هتكون مبسوطه. شوف يا ام سيد، الكلام اللي بتقوليه ده فلسفه جامده قوي قوي قوي، وانا متاخر جدا ولازم اروح المرسح. نتكلم لما ارجع. يعني بكرة. ربنا يهديك يا سيد يا ابني، ويجعل البت دي من نصيبك، بنت حلوة يا اسطى. فل
انت كمان ليكي في السياسه؟ لا يا سي حسن، انا لا ليا اخويا في السياسه ولا غيره، انا قلت اللي شفته. انا من رايي ان الكلام ده مهم جدا وخطير. مهم ازاي وخطير ايه؟ الانجليز رجعوا حصروا بيت الامه. هو فعلا ده اللي حصل. يا ابو الكفوف، انت هتشتغل شاهد؟ انا بعيني دول شايف الضباط والعساكر الانجليز. طبعا بعد ما شفتهم نصت فله. يعني انت تقصد ان هي بتشوف وانا ما بشوفش؟ ما يقصدش ابو كفوف. وبعدين يمكن يكون الكلام ده حصل فعلا يا حسن افندي. ممكن. انا معلوماتي بتقول ان سعد باشا راح دار الحمايه عشان يقابل المعتمد. ممكن يكون طلب منه طلبات ما عجبتش الانجليز. كلام منطقي جدا، بس احساسي بيقول ان الاحداث اللي جايه خطيره. انا الكلام ده ما يخصنيش، انا عايز اعرف احنا هنشتغل ولا هنقعد في بيوتنا؟ لا يا سي عمر، الليله باظت. عرفتوا الاخبار؟ يا عم ارمي السلام الاول. قبضوا على سعد زغلول واللي معاه. يبقى كده قعدنا في بيوتنا رسمي. الله جرى ايه يا سي عمر افندي؟ الله، انت هتفول علينا ليه يا اخويا؟ طف من بقك، ربنا ما يقعدنا في بيوتنا ابدا. يو ايوه كده، اديله يا اسطى. يا اخي حرام عليك يا اخي، الملاف السعد، ربنا يخلي لنا ريشك. ميرسي. سعيد. سعيد مبارك. سعيد مبارك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلنا موجودين؟ ايوه. يبدو يا جماعة ان الامور بتتطور زي ما كنا بنتمنى بالظبط. انا وصلت لي اخبار شبه مؤكدة ان في قوات بريطانية دلوقتي بتحاصر بيت الامة. طب وبعدين؟ سعد باشا. يعني ايه شبه مؤكدة؟ ما يا اما اخبار مؤكدة يا اما لا. الخبر ده من مصدر موثوق فيه، وبعدين احنا لسه بنعمل تحريات عن اللي حصل، وان شاء الله في اقرب وقت ممكن هنكون عرفنا كل التفاصيل. مهم دلوقتي ان احنا نركز على المرحله الجايه. اللي حصل ده يا جماعه احنا كنا بنتمناه، واول ما نتاكد ان هو حصل لازم ننزل بمظاهرات في كل مكان. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. المظاهرات ليها دور كبير في التعبير عن الناس. الناس خلاص عبروا عن نفسهم، واحنا هنا في الجمعيه متفقين ان احنا نقوم بعمل حقيقي. باختصار، عنف قدام عنف. بالتأكيد خطتنا هتتنفذ. المظاهرات دي مجرد بداية تشغيلهم، وإن شاء الله لما نتقابل قريب هيكون الموقف أوضح. ده لو كان خبر محاصرة بيت الأمة حقيقي، وأظن إن هو حقيقي، لأن سعد باشا وجماعته راحوا قبل المعتمد البريطاني الصبح، ومحدش فينا يعرف هما قالوا له إيه ولا ردهم كان إزاي، ومحتمل إن الرد كان عنيف. مؤكد طبعا. عشان كده لازم نستعد. أنا شايف إن احنا نتقابل بكرة في نفس الميعاد. بس انا خايف للاحداث تسبقنا. نتقابل بكره، واذا احتاجنا نعمل اتصالات. اتفضل يا سيدي. طبعا زي ما انتم عارفين احنا هننزل مجموعه مجموعه. احنا لازم نعمل حاجه عاريه. انا شايف ان احنا نفوت على بيت الامه عشان نعرف اللي حصل. فكره كويسه، بس انا لازم اعدي على المرصح الاول. وعلى راي المثل، يا خبر بفلوس كلها كام ساعة ويبقى ببلاش. يلا. أستاذ عزيز. نعم. هو مش كان في بينا معاد ولا إيه يا أستاذ؟ كان في بينا إيه؟ معاد؟ نسيته، مش مهم. على أي الحالات أنا كان عندي شغل، ما أنا مش فاضي، أنت عارف أنا مش فاضي. لا يا عزيز أفندي، أنا أعرف إن الإنسان اللي بيبقى ملتزم وعنده معاد لازم يلتزم بيك يا عزيز أفندي. لا 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 لا، شكواش 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 شكواش. كش بخصون سلا كذي. ايه انت تتكلم ليه؟ ايش اخرجك انت؟ انت مالك؟ يا ناس كنت خالص ما تكلمش. خالص خالص ما تمشي بيه. نعم تماما ابدا. نعم خالص خالص. انت مالك؟ اخلص سيبه انا بقوله. انت مالك؟ بيقول لك انت مالك؟ يا عبد الله بفندي، انت تأمرني وتقول انت مالك ولا مش مالك؟ انما هو لا لا انا امرك واديك بال فاهم؟ ما تتكلمش خالص، أنت مالك؟ أنت عاوز إيه مني؟ أستاذ عزيز،
انا لقيت المسرحيه خلاص اللي تبرز امكانياتي. ايه؟ تبرز امكانياتي. مسرحيه تبرز؟ طبعا. ايه بس مش عايز ابدا غير لما حضرتك تقول لي ان انا بقيت مشخصاتي من العيار. شطيب له. انا هقول لك انت بقيت مشخصاتي من العيار التقيل؟ يعني انا حوزينك؟ انت عبيط ولا ايه؟ لازم يا عبد النبي تتمرن. فاهم يعني ايه تتمرن؟ حاضر يا استاذ. تتعب. ابوك تعب وشقي وطلع عين اهله عشان يبقى نجم. ورايا. بس هنا ولد امسك امسك خد جنيه بحاله. اصرف اتبسط هيص شهر بحاله واتجوز كمان. يلا 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 ادعي كمان ادعي محتاج دعواتنا. ادعي ادعي ولد خلاص كفايه امشي. سكرون بك. ايوه. انت نسيتني ولا ايه؟ وانت هتتنسي تدري؟ ده انت بتطلع لي في احلامي. ها يعني انا وحاستك؟ ما اقدرش اقول مش للدرجه دي. يلا ولد انت طول عمره هو كده. سينيور شاكرون بنفنوتو. مش ممكن ايه المفاجاه دي؟ حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ميرسي. ست سنين ولسه فاكره؟ ميرسي طبعا. هو انت تتنسي؟ عارفه انا لو 6000 سنه هفضل لسه فاكر. سينيور شاكرون انت دايما بتبالغ. انا على فكره عندي مشروع حلو. منو؟ نو نو نو. أنا خلاص زهقت من مشاريع. طيب مش تسمعي؟ اتفضل. بصي احنا مطعم السينيورة نفتح فرع في مصر وفرع في بورسعيد ويلا نفتح كمان فرع في باريس. وبعدين؟ لا مش بعدين، هو الأهم وقبلين. اللي هو ايه؟ أقولك تيجي نتجوز؟ مين؟ أنا وإنتي. أنا ممكن أتجوز. إنما أنت هتتجوز إزاي؟ أنت نسيت إن أنت متجوز؟ فعلاً. بقولك إيه؟ ما تغلوشيش على الموضوع. ما تغلوشيش. ما إيه؟ ما تغلوشيش. أنا أول مرة بسمع الكلمة دي. يعني إيه ما تغلوشيش؟ عشان تعرفي إن أنا أعرف كل الكلام. قولي لي قلتي إيه؟ في إيه؟ في مشروع. دول مشروعين. خلينا في الأولين. أولاني ما يلزمنيش. خلاص يغرف دهي امسكي وارمي في البحر. والتاني؟ امبوسيبل مستحيل ارمي في البحر. عارفة أنا لو أعرف إنك أنت هتردي كده أنا ما كنتش رجعت من باريس. سيبك من كل اللي اتقال. إيه أخبار المارتيني؟ بيسلم عليك. اخلص خالص ما تكلمش. أنت مالك؟ اسكتي أنت مالك؟ هتتكلم خالص دلوقتي؟ أنت هتخش عليها هتقول لك أنت مين؟ ما تقولهاش أنت مالك، لا هتقول لها أنا المصري. اتفضل. أنا المصري. تخش تغني تقول لها أنا المصري يا شيخ سيد، كأنك بتقول لها أنا عايز بوسة أو عاوز حسنة. عاوزك يا شيخ سيد تقول أنا المصري. تعتز بإنك أنت المصري يا شيخ سيد. ده ألحانك ملت، ملت الدنيا وطلعت للسماء، بقت أهرامات، بقت مسلات. يلا يا شيخ سيد إملى إملى الهواء. حاضر يا أستاذ. أنا المصري كويس كريم العنصرين. أيوة. بنيت المجد بين الإهرامين. الله. جدودي أنشأوا العلم العجيب. الله. ومجرى النيل في الوادي الخصيب. الصورة جميلة. لهم في الدنيا آلاف السنين. الله. ايه رايك يا استاذ؟ الله. وحش وحش يا شيخ سيد. ضعيف متوسل
انا عايزه اخطر اعمق. الفورت اسمه اللي بيقولوا عليه في الاوبرا. انت وصلت الاوبرا يا شيخ سعيد. عاوز مصر تصحى، عاوز مصر تسمع من تاني يا شيخ سعيد. شعبوا له العيال، شجعوه. انت يا شيخ سعيد. شيخ سعيد قبضوا على سعد زغلول. لازم نعمل حاجه، مش عارف فلوس كده. قوم يا مصري، قوم يا مصري. طب اتفضل يا استاذ ارتاح، اتفضل. قول لوالديك كده المطلع لو تفضل. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. حلو قوي المدخل ده. شيخ سيد، شيخ سيد. يا محمد في ناس عاوزينك بره. مش عايز اقابل حد النهارده خالص. قول تاني يا حبيبي. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. حياة صبري، رحت لك اسكندريه اريد مصر، اجي لك مصر ما لكيش. ادور عليكي فين بقى؟ انا جيت لك اهو. الحمد لله على السلامه. بديع دي حياة صبري. حياة ده بديع خيري، شاعر جامد قوي. هروح اغير هدومي واجيلكم. صح. أهلا. أهلا يا سيدنا الأفندي. استحالة الست هانة مش هتقدر تقابلك دلوقتي. لا هتقدر تقابلني إن شاء الله. بصراحة كده هم قاعدين على السفر. وماله؟ قول لها بس محمود فاهم إنه قراشي وأنا مستنيك. ها؟ اتفضل اتفضل سعادتك، اتفضل يا حبلخ. أهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ خدوهم بالمركب على مالطا. وهو مفيش بعد كده. في وسيله اتصال؟ كل وسائل الاتصال ممكن. طب ممكن تبعت له التلغراف ده؟ تحت امرك يا فندم. مش تقراه؟ ايوه فندم، بس دي حاجه خصوصيه. عامل التلغراف هيقراه، والعامل اللي هيستلم التلغراف برضه هيقراه، وممكن غيرهم. لك منا مليون قبلة. صحتنا كويسة. عاشت مصر حرة مستقلة. 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 تجيلي زيارة. ازيك يا ست سعدية؟ سعدية ايه يا سقاح؟ انا اسمي فل. عارف عارف، وعارف كمان اني جيت لك بدل المرة اتنين. هو انا انسى برضو مرة لما جبتني من السرايا
ومرة لما قابلتني صدفة قبل كده وبرضو وصلتيني، بس زيارة زيارة يعني في الوقت زي ده ما حصلتش بصراحة. يا لهوي، ايه ده يا سي احمد؟ ده انت متعور من ايه ده؟ اسمعي يا فل، انا دلوقتي واخد دروس صف جنبي. كنت في المظاهرات صح؟ ايوه. وايه اللي وداك بس؟ اسمعيني وركزي معايا. تحت امرك يا اخوي. انا لما لقيت بيتك قريب قلت اجي استريح عندك شويه قبل ما اروح. تأنس وتنور يا اخوي، بيتك ومطرحك. طب يا نهار اسود، الراجل بيروح. يا لهوي، ده بيقول له مات. اعمل ايه دلوقتي؟ طب سي احمد، سي احمد اعمل معروف والنبي ما تودينيش في داهيه. ابو كفوف، ابو كفوف.